ما إن تدخل مقهى الشايخانة في الرميثة حتى يستقبلك صوت أم كلثوم ليكون أشبه بتذكرة عودة إلى أيام مضت. أبو حازم هو أكبر رواد هذا المقهى، يتجول بين أركانه، تستوقفه صورة الشاعر العراقي مظفر النواب فيعيد معه ذكرياته. يقول إن المقهى يشكل محطة يومية مهمة له، فالمكان والتصميم أعاد له بعضا من نمط الحياة الماضية. هذا المقهى بادرة جيدة، ونتمنى أن يكون هو إذا يدخل الإنسان كمتحف قبل أن يكون مقهى، وربط بين الحاضر والماضي، والحاضر وجوده ويتم هذا بواسطة الندوات الشعرية والأدبية والفنية. صوت الجرامفون هنا لا تسمع منه إلا الأغاني القديمة. وفي ركن آخر يقف السياب متغنيا بشمس بلاده كغريب يتمنى العودة إليها، العودة من خلال الكتب والورق التي خصص لها جناح في المقهى لكتابات الشعر والفكر. طبعا اللي يجي لهذا المقهى هو ما يجي المقهى بقدر ما راح يجي المكتبة وراح يجي المكان فني. يعني شيء لطيف لما أنت تقعد مقهى وتقرأ كتاب، الروح اللي موجودة هنا هي روح ثقافية بشكل كلش كبير. وفي الركنين هنا ذاكرة وصوت، كوكب الشرق عندما حلت ضيفة على بغداد في أربعينيات القرن الماضي تزين جدران المقهى مع النواب. دعوة إلى القراءة والمعرفة، هكذا تلخص إدارة المقهى فكرتها. الشاب العراقي بحاجة إلى نفس هذا المكان، بالإضافة أن الشاب العراقي شاب مثقف ودائما يبحث عن مكان لأجل المعرفة الثقافية والاقتصادية والفلسفية وقراءة الروايات وما شابه ذلك. مقهى وأنت مع الكتاب جالس، لا لست وحدك، فنصف كأسك ليست فارغة، المعرفة والمفردات تملأها هنا، وهو الهدف الذي يسعى إليه القائمون على المقهى. من مقهى شايخانة في الرميثة، خليل بركات، يو تي في.